أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. نقدم لحضراتكم الآن كلمة السيد رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور إلى الأمة بمناسبة عيد الفطر المبارك الذي يبدأ غدا بإذن الله. بسم الله. الإخوة المواطنون، يطيب لي أن أتوجه إليكم بهذه الكلمة في هذه الأيام المباركة. يهل علينا عيد الفطر المبارك على الشعب المصري هذا العام في ظل أجواء استثنائية وظروف حرجة وأوضاع دقيقة، وهو الأمر الذي يفرض المزيد من التحديات على هذا الوطن وأبنائه. ولكن ما يجعلني مطمئنا ومتفائلا ومستبشرا بهذه الأيام الطيبة والمناسبة المباركة معرفة العميقة بجوهر هذا الشعب العظيم وطاقاته. لقد واجه هذا الشعب على مدى تاريخه الممتد لآلاف السنين أخطر التحديات، ومر بأصعب المحن، وتعرض مرارا للتآمر والإرهاب والعدوان، لكن عزيمته لم تلن يوما، وشجاعته لم تهتز، وإيمانه بالله سبحانه لم يتزعزع، وثقته في نفسه لم تتراجع، وجبهته لم تنحني. الإخوة المواطنون، يظن البعض أنه قادر على منع حركة التاريخ أو إيقاف عجلة الزمن، أو أنه قادر على تحدي إرادتكم في مستقبل واعد ومستحق، وإن ذلك لن يكون. وأؤكد أن خطوات حكومتكم في مواجهة هذا الأمر ستكون خطوات محسوبة ومتأنية بغير تساهل ولا تفريط. لقد أعطينا الفرصة كاملة لكافة الجهود الدبلوماسية للوقوف على حقائق الأوضاع في المشهد المصري الراهن، ولقد أعطينا المساحة الواجبة لاستنفاد الجهود الضرورية من أجل نبذ العنف وحقن الدماء والرجوع عن إرباك حركة المجتمع المصري. أود أن أصارحكم بأن تلك الجهود لم تحقق النجاح المأمول رغم الدعم الكامل الذي وفرته الحكومة المصرية. وسترحب مصر دوما بجهود هذه الأطراف، وستثمن مواقفها لدعم خارطة المستقبل وتعزيز الانتقال الديمقراطي. أيها المواطنون، شعب مصر العظيم، نحن ماضون قدما وبكل الإصرار نحو تحقيق النتائج المرجوة من خارطة المستقبل التي أوليتمونا أمانة القيام بها. واليوم نبدأ خطوة جديدة في طريق إنشاء دستوركم بالإعلان عن قواعد تشكيل لجنة الخمسين. أيها الإخوة المواطنون، إن بعض بني وطني يستقبل تلك الأيام المباركة بقلق وحذر، وهؤلاء أقول لهم: لا تأخذكم الظنون أبدا، أو تفت في عضدكم الخطوب، فلطالما علم المصريون الأمم كيفية قهر الصعاب والانتصار على المحن. ستعبر مصر أزمتها الراهنة لأن الله معها دائما، ولأن شعبها وجيشها في رباط إلى يوم الدين، ولأن أعداءها ولوا وانكسروا وخرجوا من التاريخ، فيما بقيت هي تتحدى الشر وتقلبات الزمن.
الأخوة المواطنون، إننا على ثقة كاملة في أننا سنتخطى ما نحن فيه الآن إلى مستقبل واعد ومشرق يليق بعزة هذا الوطن وحق أبنائه في الحرية والعدالة والكرامة. أيها المواطنون، نداء من القلب، نحتاج جميعا أن نتمثل روح تلك الأيام المباركة بأن ننبذ خلافاتنا وأن نسمو على مصالحنا الخاصة وأن نعود لقلب الوطن الواحد يجمعنا على كلمة سواء. لقد انطلق قطار المستقبل، وعلى الجميع إدراك اللحظة واللحاق به، وعلى من يتخلف عن إدراك تلك اللحظة أن يتحمل مسؤولية قراره. شعب مصر الكريم، احتفلوا بعيد سعيد وأيام جميلة طيبة، وواصلوا دعمكم لوطنكم ودولتكم وجيشكم، وثقوا في نصر الله وتأييده وفي عظمة هذا البلد وقوة إرادته. كل عام والشعب المصري في خير وعدل وعزة وكرامة. كل عام والشعوب العربية والإسلامية في سلام ووئام. حفظ الله مصر، والسلام عليكم.